Welcome to learn English with Mr. محمد سعد. تعلم إنجليزية مع مستر محمد سعد. النهاردة المراجعة النهائية سنة أولى إعدادي منهج نيو هالو Exercise on Unit 2. حل سؤال المحادثة. إزاي أحل السؤال ده؟ أول حاجة أقرأ الجملة اللي فوق، بتفهمني حاجات كتير. أشوف أطراف المحادثة مين، بتعرفني معلومات عن المحادثة ماشية إزاي. اقرا المحادثه 5 6 مرات، كل ما اقراها هلاقي الدنيا بتفك معايا. السؤال بيعرفني الاجابه، والاجابه بتعرفني السؤال، ده شيء مهم جدا. يلا كده نحل مع بعض. هنا بيقول لي complete the following dialogue. هالة is talking to عمر. هالة بتتكلم مع عمر. هالة good morning عمر. عمر رد عليها good morning هالة. هالة what subject have we got next عمر. انا بترجم، لازم اترجم. ايه المادة الدراسية اللي عندنا بعد كده يا عمر؟ عمر رد عليها بقى ايه، ما سافهاش، قال لها it's space next. طب حعرف منين؟ بص كده على اللي تحت. هالة بتقول له I like science. I like science، يبقى على طول هيقول لها it's science next. يعني هو ايه، عندنا مادة علوم، عشان كده هي قالت له انا بحب العلوم. الدنيا خلصت معي، نكتب science. up one change the color، اديها green. it's science next، science اتحفظت خلاص. هلا قالت له I like science، ودخلت فيه شمال بسؤال مش سايبه. قالت له ايه، space is your favorite subject. السؤال ده معروف، يعني ما هي مادتك ايه المفضلة. قال لها it's English، انا بترجم، ما يعني ايه، ما او ماذا يعني ايه، انا حافظ كل ادوات استفهام، يبقى what على طول، ما او ماذا، اديها الكلر بتاعها. yes WHAT what is your favorite subject، ايه مادتك المفضلة. قال لها ايه it's English، الانجليزي. كويس. هالة دخلت في شمال بسؤال مش سايباه. تمام. قالت له ايه space and languages، في اللغات، يعني هل انت كويس في اللغات. انا بترجم، بترجم سؤالي بالعربي عشان ينزله بالانجليش. قال لها ايه عمر، I'm quite good at English and French، يعني انا الى حد ما كويس في الانجليزي والفرنساوي. يبقى هل انت جيد في، انا بترجم سؤالي بالعربي وانزل انجليزي، يبقى سؤال بادئ بفعل مساعد معناه هل، يبقى لازم هنا اقول are you good at، لان هنا at بتاخد قبلها good، والترجمة عايزة كده والمعنى عايز كده، هل انت جيد في، يبقى نديها اللون بتاعها. yes green. are you good good are you good at languages، قالت له انت كويس في اللغات. قال لها yes I'm quite good at English and French. yes يبقى لازم هنا اكتب yes، انا بجاوب على السؤال. السؤال هنا مش بادئ بأداة استفهام، بادئ بفعل مساعد معناه هل، في الغالب بجاوب عليه بيس ونو. عملنا فيديو عالمي ازاي تكون سؤال في اللغة الانجليزية، هتلاقي الكلام ده في قوائم التشغيل. تمام. يبقى هنا لازم اكتب yes y es، ورا yes ونو في كومة من تحت، ورا yes ونو في كومة من تحت. yes I'm quite، quite يعني الى حد ما، لو شلت الاي حطيتها قبل التي هتبقى هادي، quiet، النطق بيختلف والمعنى بيختلف. ينهار ابيض. هلا قالت له ايه I'm not very good at them، يعني انا مش كويسة فيهم. راح رد عليها قال لها ايه okay، ها انا ممكن اساعدك، انا استطيع ان اساعدك، انا بترجم، يبقى I can help you. واحد يقول can I help you، لا اوعى تستعجل انت حافظها كده، لا
خلي بالك هنا جملة عادية، عشان كده بقولك خلي بالك من النصايح بتاعتي. بشوف جملة عادية ولا سؤال، يبقى هنا جملة عادية، يبقى على طول أقول إيه؟ I can help you. I، تمام، نكتب يلا على طول I مسافة can. I can help you. انتهى الفيديو بتاعنا. هعمل فيديوهات تغطي المنهج كله مراجعة. اي فيديو جرامر محتاجه هتلاقيه في قوائم التشغيل. اشوفكوا على خير. جود باي، مع السلامة.